من بين باقي أسواق مديريات محافظة الضالع، يحتل سوق الجبارة المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار. في سوق جبارة كل حاجة غالي، كل حاجة سعرها بالدولار. الحبة القرقير هذه ب300 ريال، ب300 ريال جبت هذه ب500، خمسية. قالك أي حاجة رخيص، حجز الفقير ب43,000، القطمة سكر ب16,000. أين المواطن هذا عرش يصوم؟ أين الدولة حقنا؟ حيث يشهد سوق الخضار والفواكه موجة غلاء لا مثيل لها، لا سيما في أيام شهر رمضان، حيث يزداد حجم إقبال الناس على شراء الفواكه والخضروات. سعر غريب عن النقل، لأنه نقل البضائع يعني نقل يزعك البابر 3 أيام، من داخل المارد لها 3 أيام، يقول أشوي 3 أيام، يطلع على السلة 4,000 ريال إيجارها من داخل المارد لها، ها إيجار الخضروات، ها وجار البصل، كيس البصل يعني طعينا الآن ب50,000 ريال، شلون البصل؟ أصل البصل ب20,000، يعني والخط، الخط كلنا سبب الخط هذا، لو فتح الخط نحن الأمور سابر إن شاء الله. يعلل تجار الخضروات ارتفاع الأسعار نظرا لاستمرار إغلاق الطرق الرئيسية وتضارب سعر الصرف، الأمر الذي يجعل عمولة الحوالات ضعفين فأكثر كما يقولون. غالية بسبب النقل والبعد والمسافة وسبب الصرف وارتفاع الحوالات، ويؤدي إلى ارتفاع العمولات. وصل البطاطا يرفع إيجاره 5,000 4,000، كيس الجزر إيجاره 4,000 3,000، وصل الطماط 4,000 5,000، ويمكن يفتح الخط إن شاء الله قريب. يتساءل سكان المنطقة عن غياب دور الجهات المعنية التي تقف عاجزة عن وضع حد لهذه الفوضى وضبط المتلاعبين بالأسعار. فوز المريسي، قناة سهيل.